ومع تأكد المنضمين إلى داعش من انهيار التنظيم كلياً، يسعى أغلبهم إلى إيجاد حل للمأزق الذي وقعوا فيه. بريطانية زوجة داعشي تحاول استجداء الحكومة البريطانية للرجوع إلى بلدها، وادعت أنها تستعد للتخلي عن تعاليم التنظيم المتشدد. To the politicians in the UK, is there anything you want to say to the... I would like them to reevaluate my case with a bit more mercy in their heart. Do you think you can change? Can you rehabilitate? Yeah, I'm willing to change.